نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا. ينضم إلينا الآن من موديستو بولاية كاليفورنيا أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الشاكر. دكتور محمد أهلا بك معنا. إذا منذ دخول اتفاقية الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ في عام 1997 مرورا بعام 2013 كما تابعنا قبل قليل عند اعتماد الدول الأعضاء إعلانا سياسيا يؤكد الالتزام بحظر الأسلحة الكيماوية وصولا إلى اليوم، هل فعلا بات العالم أكثر أمانا؟ هل فعلا تم تدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية؟ بداية مساء الخير وأهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين. بالتأكيد هو أصبح انحسار باستخدام الأسلحة الكيماوية قياسا بمراحل سواء الحرب العالمية الأولى التي ذهب ضحيتها بسبب عدم قوننة، يعني عدم تطور القانون الدولي في قوننة أو إيجاد معاهدات أو اتفاقيات تلزم الدول بدون استخدام هذه الأسلحة، ومن ثم زادت وتيرتها ربما أو قلت خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن زادت خلال الحرب الباردة بسبب الصراع الأيديولوجي بين الدول المتصارعة بان تلك المرحلة، فأصبح ليس هناك حدود لتمرير الأيديولوجيات. طبعا ثم جاءت اتفاقية عام 1949، اتفاقية عام 1949 أو معاهدة جنيف قبل معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، تحدثت بشكل واضح، اعتبرتها من الأسلحة الغير تقليدية التي تضر بالبشر، ولكنها ظلت في إطار القانون الدولي الإنساني. وكما تعرفين بأن القانون الدولي الإنساني هو ذو صفة أدبية غير ملزمة، لذلك لم تستطع الدول بأن لم يستطع القانون الدولي بأن يضع يعني يحول دون قدرة مصالح الدول في استعمال هذه الأسلحة. هناك إشكالية باتفاقية 1979، أيضا إشكالية تتعلق بمدى قدرة بتقييد الدول في استعمال الأسلحة الكيماوية، لأنه الموضوع يتعلق بالدول الأطراف الموقعة فقط، يعني لذلك تبقى هناك هي تلزم فقط الدول الأطراف وليس فقط على الدول الأطراف. الاتفاقية والاتفاقيات دكتور محمد أعذرني على المقاطعة، إذن هناك عدد من هذه الاتفاقيات المتعلقة بحظر الأسلحة الكيماوية، ولكن مع ذلك هل قامت هذه الاتفاقيات بحماية الضحايا؟ هناك ضحايا من هذه الأسلحة الكيماوية دكتور محمد، كيف يمكن ويجب دعم هؤلاء الضحايا؟ دعنا نكون صريحين، يعني أنا عندما يعني أتحدث باسم القانون الدولي، القانون الدولي هو يتحدث عن مبادئ ويحاول قدر الإمكان أن يقونن أو أن يجرم أو أن يعاقب أو أن يلاحق مسألة استعمال الأسلحة الكيماوية، ولكن للأسف يعني مصالح الدول دائما بقيت أقوى، لا زال القانون الدولي يعاني بما فيها اتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية، يعاني من قصرية التلازم بين واقعية العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي العام، لذلك ظل استعمال هذه الأسلحة للأسف يعني حتى هذه اللحظة دون قدرة على حتى على حماية الضحايا من أو من وجود أو سقوط ضحايا. طبعا جميع الاتفاقيات نصت بأن استعمال هذه الأسلحة يعتبر استعمال هو من الأسلحة المحرمة دوليا، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أيضا نصت على ذلك، ولكن كما قلت إذا نريد أن نأخذ نريد بسبب عدم قدرة القانون الدولي على وضع ضوابط لهذا الموضوع، أعتقد أن هيكلية الموجودة وآلية بناء لا زالت لا ترقى إلى إلزامية بأن تكون قرارات القانون الدولي ملزمة. دعني أقول لك على سبيل المثال، مجلس الأمن الدولي أصدر تحت الفصل السابع في العام 2004 قرار دكتور محمد أعذرنا على المقاطعة، ربما يعني وسط الفكرة العامة ولكن الصوت يعني غير واضح. أشكرك دكتور محمد الشاكر أستاذ القانون الدولي، كنت معنا من موديستو بولاية كاليفورنيا، شكرا جزيلا لك.